مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار اليوم. وضعت القيادة السياسية قضية تأمين احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة. ومن هنا جاءت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقع في ضوء النمو السكاني، وكذلك برامج التنمية. حول خطة الحكومة لتحسين كفاءة وقدرة الشبكة القومية والتحديات التي تواجه تلك الطاقة في مصر، تدور حلقة هذا اليوم. يسعدني أن يكون معنا الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طيب، دعونا نتابع هذا التقرير ونبدأ هذه الحلقة. جهود الدولة لا تتوقف من أجل توفير حياة لائقة بالمواطن المصري. من هنا جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية. من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد استطاعت خلال السنوات الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، حيث نفذت خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجا وات مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء، فضلا عن إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء كافة. ومن أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات، فقد تم إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء تنتج ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، وذلك بأيدي العمالة المصرية التي جرى تدريبها على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر، بحيث تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية التي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة. وتهدف تلك الاستراتيجية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035. برحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الدكتور جمال. دكتور جمال، الحقيقة هذا الملف غاية في الأهمية، زي ما قلت في التقزيمة إن هو متصل اتصال مباشر بالأمن القومي المصري، وجاءت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الطاقة في مصر على رأس أولويات الحكومة أيضا والقيادة السياسية. تعليق حضرتك. خليني أقول لك، الملف بتاع الطاقة بالذات يعني أخذ جزء كبير جدا من نظام المحاكاة المصري عشان نقدر نتعامل مع كل الأزمات اللي كانت موجودة في الفترات اللي فاتت. يعني خليني، الملف الكهرباء بدأ من 2014 وكان هناك منظور مختلف خالص، وهو النظام ومنظور يعني علاج الأزمات وعلاج اللي نعود مرة أخرى إلى نفس الأزمات مرة أخرى. يمكن احنا بنتكلم على ان موضوع انقطاع الكهرباء يعني كانت حاجه ما كانتش في الحسابات، بمعنى ان لدينا قدرات كبيره جدا من الغاز الطبيعي، ايضا لدينا محطات عملاقه، لدينا شبكه تقدر تستحمل اكتر من 58000 ميجا وات، وبالتالي كانت كل القدرات وكل البنيه التحتيه اللي صرفت فيها الدوله مبالغ طائله تصل الى اكثر من 4 تريليون جنيه مصري، حوالي 1.8 تريليون جنيه
بس فيما يخص شبكات الكهرباء ورفع قدراتها والشبكة الجديدة عالية الجهد، بالإضافة إلى تكنولوجيا التنوع من مزيج الطاقة اللي يمكن مصر انتهجته منذ 2017 حتى وقتنا الحالي. خليني أبدأ أقول لك، يعني ملف الكهرباء بالذات هو أحد الملفات القوية لدى الدولة المصرية، وبالتالي كانت لابد أن يتم التفكير فيها على مراحل متعددة. هذه المراحل تبدأ بتقوية البنية التحتية للكهرباء، ثم رفع قدرات شبكات الكهرباء، ثم رفع قدرات محطات الكهرباء، ثم الدخول في تنوعية مصادر إنتاج الكهرباء، سواء إذا كانت مزيج الطاقة العالمي الذي يشمل البترول والغاز، طاقة متجددة، طاقة نووية، طاقة كهرومائية. وبالتالي أعتقدي أن هذا الملف مر على مراحل كثيرة جدا، والدولة أعطت أولوياتها. من ضمن هذه الأولويات تحديد استراتيجية متقدمة للكهرباء، بمعنى أن يكون لدى الدولة نقطة احترازية من الشبكة القديمة، ثم الذهاب إلى الشبكة الجديدة، ثم أيضا التعامل مع المشروعات القومية العملاقة التي تذهب من مركزية مصر كعاصمتها القاهرة إلى مناطق جديدة جدا في عملية مشروعات قومية. يعني لتبسيط المسألة، طبعا احنا ممكن المواطن المصري البسيط بيكون بيشاهدنا الآن، أنا عايزة من حضرتك، مصادر الطاقة في مصر متعددة من جديدة ومتجددة للطاقة التقليدية، يعني عايزين نفهم متعددة من المتجددة والطاقة التقليدية وكذلك مصادر الطاقة في مصر. خليني أقول لك، يمكن إحنا اختصرناها في يمكن أزمة انقطاعات الكهرباء، خلت كثير من الناس يمكن يكون موضوع إن إحنا بنتكلم على معدل المشروعات القومية اللي بس ركزت الدولة فيها عشان نرفع قدرات الكهرباء، وأيضا نتعامل مع المشروعات القومية، وأيضا نحتاج الأجيال القادمة. يمكن الموضوع ده أخذ نوع من الهزة أو عدم الثقة في إن اللي ما يتقال أو بيتعمل قد يكون صحيح، ولكن عشان أقول إن الكلام يعني صحيح وأن الكلام له أدلة وله براهين، خلينا نقول للمواطن إن يمكن إحنا كدولة عشان نذهب من علاج طويل الأجل، هذا العلاج كان يقتضي علينا إن إحنا نمشي في خطوات مستمرة مع السعي إلى هذه المشروعات والحلول المتقدمة. اللي إحنا اعتمدنا عليه هو إقامة محطات، وبالتالي قدراتنا من المحطات احنا وصلنا لحوالي 71 ادت الى تخفيف الاحمال طبعا مما لا شك فيه. لا احنا ما كانش في حساباتنا ان يكون عندنا انقطاعات كهرباء، يعني خليني اقول لك احنا كنا ذاهبين الى مزيج الطاقه، مزيج الطاقه ان انا عشان انتج كهرباء ما اروحش بس اجيب الكهرباء من الطاقه الحراريه، الطاقه الحراريه دي اللي بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها المازوت في المحطات عشان احرقه واعمل بيه بخار عشان يقدر يهيئ للتوربينات لانتاج الكهرباء منها، او استخدام الغاز كبديل، او الاعتماد المباشر على الغاز وما يوازيه من الطاقة الحرارية للمازوت. يمكن الخطة كانت بتعتمد على هذه النقاط لمدة 5 سنوات ابتداء من 2017، وفي الخطوة الموازية ليها أن يكون لدى الدولة طاقة متجددة، هذه الطاقة المتجددة بتعتمد على استخدام طواحين الهواء في إنتاج الكهرباء، باستخدام وجود الرياح لدى دولة مصر بقدرة كبيرة كمان. النقطة الثانية، السطوع الشمسي لدى دولة مصر عشان أقدر أخش للطاقة الشمسية، أنتج الكهرباء من أشعة الشمس المباشرة اللي تقدر تخليني أخد جزء كبير ووقف تدريجيا عملية دخول أو استخدام الغاز الطبيعي في عملية حرقه عشان أستخدمه في إنتاج الكهرباء. النقطة الثالثة، وده مزيج الطاقة العالمي، أن يكون لدى دولة مصر محطة من المحطات النووية لاستخدام الطاقة السلمية لإنتاج الكهرباء، وبالتالي استخدام اليورانيوم بكل تطبيقاته داخل المفاعل النووي يستطيع أن هو ينتج حرارة عالية كبيرة جدا، تستطيع أن تنتج كهرباء باستخدام عملية البخر أيضا والذهاب إلى الحركة الميكانيكية لإنتاج الكهرباء. أيضا الدولة لم تقف عند هذه الحالة، بل رفعت كفاءة المتاح. فمن 2014 كانت لدى الدولة خطة واضحة جدا عشان اتعامل مع محطات الكهرباء بتاعتنا، مش محطات ما بين 30 وال 35 سنة، لا احنا بنتكلم على محطات تصل الى 50 سنة. فعشان كده اعادة تقييم المحطات بمعدلات الصيانة بتاعتها الدورية، التعامل مع المحطات المتقدمة، المحطات المتهالكة يمكن استبدالها او استبدالها بمحطات اخرى، او استبدال هياكل اجزاء منها بمعدلات
زمنية متساوية، أو الوصول إلى أيضا قدرات من استخدام الكهرومائي لدى دولة مصر كحاجة قديمة ويمكن أيضا رفعها من القدرات التانية. فخليني أقولك أن محاور الملف المصري للكهرباء كان بيمشي على 8 محاور أساسية. المحور الأولي أن تكون دولة مصر دولة محورية لمركزية نقل الكهرباء من خلال الدمج الكهربائي مع الدول. رقم 2 استهداف أن البنية التحتية للشبكة المصرية سواء الشبكة القديمة أو الشبكة 500 فولت عالي الجهد تستطيع استيعاب ما هو جديد من مقدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. النقطة الثالثة تهيئة الشبكة نفسها عشان تقدر تستقبل تيار كهربائي من محطات الطاقة المتجددة، وبالتالي كان لابد أن يكون في تعديل، فالدولة سعت لهذا التعديل. النقطة رقم 5 وهو 4 في أن مصر يكون لديها أيضا محطة طاقة نووية كطاقة سلمية لإنتاج الكهرباء. النقطة رقم 6 وهي عملية رفع كفاءة، 5 رفع كفاءة المحطات، يعني احسبيهم زي ما أنت عايز تحسبيهم، أنا بحاول يعني رفع كفاءة المحطات عشان تكون المحطات بتاعتنا 3 أجزاء. الجزء الأولاني الوصول بشبكة التوزيع إلى مناطق طويلة عشان تقدر تخدم المشروعات القومية، يعني بنتكلم على مشروعات عملاقة جدا، بنتكلم على شرق بني سويف، شرق المنيا، شرق العوينات، توشكا، بنتكلم على جزيرة سيناء، بنتكلم على مشروع العملاق في الدلتا الجديدة. كل هذه المشروعات تحتاج إلى رفع كفاءة الشبكة والوصول بالشبكة لهذه النقاط. لا. النقطة المهمة برضو أيضا أن لابد من تحويل الشبكة القومية لدولة مصر من شبكة روتينية إلى شبكة الشبكات الرقمنة ذات التعامل الذكي. طيب. من خلال ربط الشبكات. قبل أن أتطرق إلى هذه النقطة، لأن دي نقطة مهمة جدا وغاية في الأهمية فيما يخص موضوع الرقمنة، الفترة الماضية طبعا شهدت جميع محافظات الجمهورية أزمة في انقطاع التيار الكهربائي. حضرتك شفت إزاي التعامل مع تلك الأزمة من قبل الحكومة؟ وهل، والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه وكل ممكن الشارع المصري بيتكلم فيه، هل سنعود مرة أخرى لأزمة انقطاع الكهرباء؟ سؤال جيد. خليني أقول لك أنا بدأت سؤالي أن كثير من الناس لما هنيجي نتكلم على حجم الاستثمارات في المشروعات القومية الخاصة بملف الكهرباء بس الناس هتتشكك، لأن الناس ما عندهاش غير لغة واحدة. عندما أستطيع أن أنا أفتح الكوبس بتاع النور يجي النور، لابد أن يكون هناك إضاءة كهرباء. أو أن أنا أستخدم الموبايل أو أستخدم التلفزيون أو التلاجة، يحدث مشكلة عدم ثقة إذا انقطعت الكهرباء. فأنا لدى كل مواطن إحساس أن الدولة ليست قادرة على توفير الكهرباء كسلعة أساسية زيها زي الأكل وزي الشرب وزي رغيف العيش. وبالتالي كان التعامل مع الأزمة له ظروف مختلفة، وخليني أشرحها للناس وبهدوء شديد. الدولة المصرية أنا قلت لك عشان كانت تبدأ في عملية مزيج الطاقة، اللي يكون عندي أنتج الكهرباء بس مش من شوية الغاز اللي عندي في الأبار بتاعتي أو في الخزانات بتاعتي، وشوية المازوت اللي أنا ممكن أجيب شوية منهم من داخل الدولة وشوية هستوردهم بعملة صعبة. التوقيت اللي جه فيه من صيف 2023 لحتى صيف 2024 كان هناك كثير من الظروف الاقتصادية غير المتاحة لدى دولة مصر اللي أدت إلى أن يكون هناك انقطاع الكهرباء. رقم 1، دولة مصر لغاية الربع الأول من 2023 كان لدينا اكتفاء من الغاز الطبيعي، وقدرات الغاز وإنتاج الغاز لدى دولة مصر أدى إلى أن احنا يكون عندنا أريحية في عملية التصدير، وبالتالي ما كانش عندنا أي مشاكل، لا دعم الكهرباء ملفه ولا دعم المصانع وأسمدة ومصانع الأسمنت أو مصانع الحديد أو حتى المحطات بتاعة الغاز الطبيعي أو حتى الغاز في المنازل. ليس لدى دولة مصر مشكلة في هذا التوقيت. المشكلة في عدم التوقع بتاعها أن جزء كبير جدا من أكبر حقول مصر هو حقل ظهر. هذا الحقل يمثل 40% من حجم الإنتاج المصري، يعني انت لو كنت بتنتجي 7 مليار قدم مكعب غاز بنتكلم على 40% منه لما يحصل يعني فيهم تناقص تدريجي. هذا التناقص التدريجي ادى الى ان نقص الانتاجيه تصل الى حوالي مليار قدم مكعب من الغاز. اقف عند الحته دي واقول طيب ما هو التوزيع بتاعت مصر يوميا عشان دوله مصر يكون عندها اكتفاء من الكهرباء ما فيهاش مشاكل،
محطات الغاز او الغاز بدخل المنازل او الغاز في محطات الوقود بتاع السيارات او المصانع يوصلها الغاز من غير ادنى مشاكل. المعادلة دي كلها يوميا بتحتاج من دولة مصر 5.4 مليار قدم مكعب غاز يوم. التصنيف بتاعها الكهرباء لوحده بالمحطات ال 68 اللي بنتكلم عليهم دولت يصل الغاز اليهم بمعدل 3.1 مليار قدم مكعب في اليوم. ده جزء كبير من الموسوعة التانية. النقطة التانية ان المصانع كلها عشان اكفيها بتصل الى حوالي 1.3 مليار قدم مكعب. ضيفي عليهم بقى مصانع البتروكيماويات، معامل التكرير، ده حوالي 600 مليون، ضيفي عليهم ايضا الغاز للمنازل حوالي 300 مليون وشويه، ضيفي عليهم ايضا محطات الغاز الطبيعي والتموين حوالي 100 مليون، سوف تجد ان المعادله كلها تصل الى حوالي 5.4 مليار قدم مكعب غاز يومي. التناقص حدث من هذا الكم الكبير من 7 مليار لرقم اقل من 5 مليار قدم مكعب، وبالتالي دوله مصر بدات تعاني من ان هناك نقص في الغاز المتاح لدى الدولة. طيب عشان اعمل الكلام ده وانهي واسرع في ان انا اوصل للمحطات كهرباء كان لابد من ان انا اذهب الى الشراء السريع لصفقات الغاز المسال. طيب صفقات الغاز المسال في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده تحتاج الى سفينة تغييس. صفقات الغاز اللي في التوقيت ده تحتاج الى تدابير مال. صفقات الغاز اللي في التوقيت ده كانت هناك مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، لأن كنا بنسرع في المشروعات للطاقة المتجددة. نعم. اللي بيشتغل فيها القطاع الخاص والشركات الأجنبية لولا أن هناك مشكلة في سعر الصرف، كان في زيادة استهلاك للمنشآت الصناعية والتجارية. نعم. سعر الصرف كان عالي، سعر الصرف في الجنيه لسعره الحقيقي في البنك قدام سعره في السوق السوداء. ايضا تدابير الأموال في السيولة لدى البنك المركزي، هناك كثير من العوامل أدت إلى قد يكون لدينا عدم القدرة على شراء صفقات الغاز المسال السريع، مع ان الدولة اخذت كل الصلاحيات والامكانيات في ان هذه المشكلة لا تتكرر. طيب المشكلة بتاعتنا قدامنا قد ايه في هذا الامر؟ احنا مشكلتنا معدل النقص لدى الشبكة المصرية حوالي 4000 ميجا وات. طيب ال 4000 ميجا وات احنا قدرنا نتغلب عليها من بعد الاسبوع الثالث من يوليو اللي فات بشراء صفقات مسال سريعة. بنتكلم على عدد صفقات النهارده اللي تم التعاقد معاها حوالي 21 صفقه تم دفعها ما بين يوليو واغسطس وسبتمبر، وبنتكلم على حوالي 20 صفقه غاز تم التعاقد عليها في خلال الايام اللي فاتت عشان تقدر تغطي بقيه الشهور لنهايه السنه في ان يكون التزام عدم انقطاعات للكهرباء. اذا هذا هو الحل المؤقت اللي استخدمته الدوله او الحكومه في هذا التوقيت حتى تخلي المواطن إن المشكلة كلها كانت مشكلة نقص إمدادات غاز وبنستطيع التعامل معها في خلال هذه الفترة. في نفس التوقيت لم تقف الدولة عند هذه الآلية فقط لا غير، وتدابير العملة وشراء الغاز، ولكن هناك خطة واسعة جدا لجأت إليها الدولة في استكمال منظومة مراحل تحول الدولة المصرية إلى مزيج الطاقة. طيب نقف عند الحتة دي، يعني إحنا معدل النقص بتاعنا 4000 ميجا وات، ما هي آليات الدولة بقى اللي راحت عشان تعملها عشان تقدر ألا تعيد الكرة مرة أخرى لانقطاعات الكهرباء؟ رقم واحد، الدولة من خلال الحكومة مكست مع كل الشركاء والوكلاء القطاع الخاص والقطاع الأجنبي فيما يخص ملف الطاقة المتجددة. طيب خلينا أقول لك استهداف مصر من 2017 أن ملف الطاقة المتجددة ده يكون إنتاجنا من الطاقة المتجددة 45% مما ننتجه من الكهرباء يكون من الرياح ومن الشمس، والنسبة اللي بتكلم فيها ديت حوالي 42% من الشمس والرياح، طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية أيضا، و3% من الطاقة النووية. ال 55% المتبقية هتكون لسه مستمرة موضوع الاعتماد على الغاز الطبيعي والاعتماد أيضا على المازوت، وبالتالي احنا بنتكلم على دولة كانت بتعتمد بنسبة 85% على الغاز والمازوت لدولة هتعتمد على الغاز والمازوت 55% في خلال الأربع سنوات القادمة. طيب وبنتكلم على ان الطاقة المتجددة النهاردة 15% بتعتمد عليها الدولة، الدولة بتعتمد عليها في خلال الاربع سنوات القادمة لمستويات 45%. عشان الدولة تعمل هذه المنظومة اللي احنا بنتكلم عليها كان لابد من الاستمرار في عملية تدعيم الشبكة القومية بالمحولات المتقدمة اللي تقدر تتعامل مع المحطات سواء محطات الرياح او حتى محطات الطاقه الشمسيه والمستهدف. يعني حضرتك مصر غنيه في مواردها الطبيعيه زي ما حضرتك ذكرت من الطاقه المتجدده، هناك طاقه الرياح الشمس والطاقه الحراريه. السؤال هنا، هناك استراتيجيات مقرره لتحسين كفاءه الطاقه الجديده والمتجدده، هل ستؤثر
في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة على استهلاك الكهرباء؟ كيف يمكن النظر لهذا الأمر؟ لا خليني أقول لك، إحنا خليني النهاردة بنتكلم على إن الطاقة المتجددة في مصر، بكلم على طاقة كهربائية وطاقة رياح وطاقة شمس، المعادلة بتاعتهم في إنتاجية الشبكة القومية حوالي 6690 ميجا وات، بنتكلم على حوالي 2800 ميجا وات من الكهرومائي القديم الحديث المتجدد اللي هو محطة السد العالي، وبنتكلم على خزان أسوان واحد وخزان أسوان اثنين وإسنا ونجع حمادي وأناطر أسيوط، وبنتكلم أيضا على إن مستويات 4250 ميجا وات من الرياح، بنتكلم بمعدل 1884 ميجا وات من محطات الرياح، سواء خمس محطات عندنا بنتكلم عليهم، بنتكلم على محطة جبل الزيت، وبنتكلم على محطة عتاقة وغرب راس 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 غارب، وبنتكلم على راس بكر، وبنتكلم على محطة السويس. الخمس محطات اللي احنا بنتكلم عليهم بتنتج لي الحل 1884 ميجا وات. بنتكلم على محطات الشمس، وبنتكلم على المحطات الشمسية اللي لدى دولة مصر، بنتكلم على حوالي أربع محطات، المحطة الأقوى فيهم محطة بينبان واللي هي مستوياتها تصل حوالي 1420 ميجا وات. ضيف عليهم ايضا محطات سواء اذا كانت في الغردقه، بنتكلم على محطات راس، بنتكلم على محطات راس غارب، بنتكلم على محطات ايضا في منطقه اسوان وسيوه. المستويات بتاعتنا كدوله مصريه لن تقف عند هذا الحل، ولكن احنا بنتكلم على دخول 4000 ميجا وات من الطاقه المتجدده في خلال الست شهور القادمه، وبنتكلم على مستويات تصل الى حوالي 3450 ميجا وات من الرياح من خلال خمس محطات حديثة. بنتكلم على أمونت، وبنتكلم على إنفينيتي مصدر إنفينيتي، وبنتكلم على أيضا محطة السويس، وبنتكلم على محطة أمونت 2. الخمس محطات دولت مستوياتهم حوالي 3450 ميجا وات، وبنتكلم على حوالي 700 ميجا وات ديت هتكون من خلال الطاقة الشمسية. مستهدف ان احنا في خلال الست شهور القادمة قبل مايو 2025 يكون لدى دولة مصر معدل الفقد ال 4000 ميجا وات دولت من مصادر طيب. طاقة متجددة رياح وشمس. لما نيجي نتكلم عن هذه يعني المحطات العملاقة، هرجع بقى لسؤال تاني مرة أخرى، أثبت أن قطاع التيار الكهربائي هل سأشهده مرة أخرى؟ لا، لأن هو ده اللي أنا قلته لك، الحل الدولة بتسعى في ثلاث محاور أساسية. المحور الأولاني طاقة متجددة، وبنتكلم على إن الشركاء الأجانب دلوقتي سواء الشركاء الأجانب، لأن طبعًا في إشاعات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تمام. كانت في الأيام السابقة بأننا سنعود مرة أخرى في توقيت معين لانقطاع الكهرباء. الحكومة أعلنت الكلام ده من خلال شراء صفقات حوالي 20 صفقة للغاز الطبيعي بحوالي 2.5 مليار دولار، واللي بنتكلم عليهم هذه الصفقات حوالي 17 صفقة من الغاز أو رسالة من الغاز سوف تصل إلى المياه الإقليمية في الربع في الأسبوع الأولاني من نوفمبر، وحوالي ثلاث صفقات هيتم إسالتهم وتسييلهم وتغييزهم من خلال سفينة التغييز الموجودة في خليج العقبة، وبالتالي ليس هناك انقطاعات في الكهرباء نتيجة أن لدينا كافي من استيراد الغاز المسال في الفترة القادمة لتغطية نهاية السنة. في نفس التوقيت الدولة عملت الخطة رقم 2 وهو التسريع بعملية التنمية والتطوير والتنفيذ للمحطات المتبقية لخمس محطات من الطاقة من طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء ومحطة واحدة للطاقة الشمسية عشان نصل إلى حوالي 4250 ميجا وات جديدة في خلال الست شهور القادمة. الدولة أيضا من خلال القيادة السياسية كان هناك آخر اجتماع ما بين رئيس الوزراء ومجلس الطاقة المصري في عملية دفع جزئية رفع كفاءة الشبكات عشان تقدر تستوعب الجديد في ال 4000 ميجا وات لدخولهم للشبكة القومية، وبالتالي عملية الإعداد وعملية بناء المحولات وعملية الاستقبال نفسها كل ده كان محل اهتمام وتقدير في الخطة التنفيذية الزمنية، وبالتالي احنا بنتكلم على ان هذه الخطة سوف تكون جاهزة للشبكات في خلال نفس الفترة من دخول هذه المحطات الى الخدمه وانتاج ال 4000 ميجا وات. طيب دعنا بقى نتحدث الان النقطه الثالثه عشان بس ما ننساهاش، اللي هو اعطاء هذه الفرصه لقطاع البترول المصري في ان هو يذهب لعمليه البحث والتنقيب والاستكشاف عشان انا اقدر ادي يعني نوعي يعني
سماحية للشركاء الأجانب بإعادة مرة أخرى إلى عملية التنمية والتطوير. الحكومة أخذت أحد آلياتها في دفع مستحقات الشريك الأجنبي بالدفعة الأولانية، وتم التعامل والالتزام بفترات زمنية متعاقبة على دفع بقية المستحقات. ده أعطى نوع من الثقة لدى الشركاء الأجانب، وبالتالي هم رجعوا مرة تانية لضخ هذه الأموال في عملية التنمية والتطوير، وفي جزء كبير جدا منها سوف يكون لعملية البحث والتنقيب. يبقى النقطة رقم 3 كاحترازية لدى الدولة في الحصول على اكتشافات جديدة ودخول أبار للخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي. كل هذه الثلاث آليات سوف تمنع عملية انقطاع الكهرباء في السنة يعني الحديثة. نتحدث الآن عن مشاريع الاستثمارية، التوجه نحو الطاقة المتجددة أدى إلى فتح فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة الشمسية والرياح. تعليق حضرتك والفرص الاقتصادية كذلك التي توفرها الطاقة المتجددة. لا، احنا الطاقة المتجددة دي بالذات يعني حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا متماشين فيها مع السياسات العالمية. السياسات العالمية سواء اذا كانت الدول المتقدمة او حتى الدول الصناعية العملاقة هي كلها بتعتمد على مزيج الطاقة. دولة مصر حطت آلية ان تذهب الى الطاقة المتجددة في خلال الاربع خمس سنوات القادمة، ومستوياتنا تصل الى حوالي 45%. هذه قيمة كبيرة جدا من قدرات ما تنتج الدولة وتستهلكه، وبالتالي عشان نقدر نقول كثير من الفرص الاستثمارية، لا، هو انفتاحية كبيرة وأيضا الدخول إلى مناطق كبيرة جدا لعملية دفع توزيع السكاني، وأيضا أن تكون الحرف متماشية مع مستويات الاقتصاد المصري. هذه الحرف هي إنتاجية المحطات العملاقة، أدى إلى أن دولة مصر تكتسب خبرات عالية منذ 2015 لغاية النهاردة، ومصر من ضمن الدول الإفريقية أو الشرق أوسطية التي لديها عمالة مدربة في البنية التحتية لمحطات الكهرباء، لديها عمالة قوية جدا لعملية مد شبكات الكهرباء. احنا في خلال 7 سنوات كانت لدى دولة مصر ابتداء من 2016 لغاية النهاردة لدينا مد خطوط شبكات وأعمدة وأبراج عالية الجهد تصل إلى أكثر من 21,000 كيلومتر، وبالتالي دي أعطى ثقل لدى العمالة المصرية المدربة والشركات المصرية أيضا سواء القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي أنه لديه القدرة على الاستثمار أيضا والمشاركة في كثير من المشروعات العملاقة خارج القطر المصري. وبنتكلم على أن الكلام ده سواء إذا كان سد فيوجي اللي هو في إريتريا، بنتكلم على أيضا استخدام الخبرة المصرية في أوزبكستان، بتكلم على شبكة الكهرباء، بتكلم على العمالة المصرية المدربة، بتكلم أيضا على فرص تكنولوجي متقدمة للطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو حتى الطاقة الشمسية. الدولة المصرية اكتسبت في خلال الفترة اللي فاتت من خلال بناء صومعتين عملاقتين، الصومعة الأولى وهي محطة جبل الزيت للرياح بإنتاجية تصل لحوالي 580 ميجا وات، وأيضا محطة بينابان الشمسية في أسوان بمعدلات تصل 1420 ميجا وات. بنتكلم على ان العمالة والمدربة اللي دخلت مع الجزء الاجنبي سواء اذا كانت الخبرة الاوروبية بين بان او ايضا حتى الخبرة الاوروبية الاسيوية في محطة جبل الزيت، هناك خبرات مصرية الان تم بنائها، التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة والميجا بروجكت اللي ادت الى الثقل وقدرات العمالة المصرية على التعامل مع هذه المشروعات سواء على الارضية المصرية او حتى على اي ارضية تطلب الخبرات المصرية وتطلب استثمار مصر. طب ونحن نتحدث عن الاستثمار، العائد من وراء هذا الاستثمار. خلينا أقول لك حجم الاستثمار بتاع البنية التحتية لقطاع الكهرباء يمكن لغاية النهاردة الملف ده عدى 2 تريليون جنيه مصري، لكن المستهدف في استثماراته هذا الرقم حوالي 600%. طيب الرقم ده جه أو التعامل مع هذا الرقم جه إزاي؟ دولة مصر استخدمت كثير من المشروعات القومية والخبرات والتكنولوجيا التي تم نقلها على الأراضي المصرية سواء المحطات الثلاثة العملاقة اللي عملتهم سيمنز من ضمن 8 محطات في العالم، بنتكلم على محطة الكريمات وبنتكلم على محطة البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. العمالة التي تم استخدامها في هذه المحطات عمالة قوية جدا أدت إلى أن جزء منها يتم استثماره خارج البلاد سواء مع الشركات الأجنبية التي تم تفعيلها وتطبيق هذه المشاريع العملاقة في مصر، أو حتى من خلال التعامل مع دولة مصر وخبرتها في إقامة قدرة من قطاع خاص أو قدرة للقطاع الحكومي من شركاته في التعامل مع المشروعات العملاقة خارج دولة مصر. وبالتالي أجد أن هذا الاستثمار
ما تم بناؤه في مصر من بنية تحتية انعكس بس مش على ان انا وفرت الكهرباء بدرجة عالية للناس، وان انا قدرت اتعامل مع الاجيال القادمة ووفر لها كهرباء واتعامل معها كمان على مستويات كبيرة، وفوق ده كله ان انا قدرت ادعم مشروعات قومية في الزراعة، وخاصة فيما يخص عملية الاستصلاح في منطقة الدلتا الجديدة وفي توشكا وشرق العوينات. لا، احنا بنتكلم على ان انا هذه العمالة اكتسبت لدى دولة مصر قدرة على التعامل مع هذه المشروعات وإدارتها وتطبيقها وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة وبإيه؟ وبكفاءة عالية جدا، أبهرت كثير من الشركاء الأجانب اللي تعاملوا معنا في هذه المشروعات، وبالتالي أصبح الجانب المصري جزء من التشكيل الأجنبي لهذه الاستثمارات سواء داخل مصر أو خارج مصر. نعم، هنتحدث عن مشروع طبعا محطة الضبعة للطاقة النووية، عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أهمية مشروع الضبعة والتطورات التي وآخر التطورات التي وصلنا إليها حتى الآن. بالنسبة لمشروع الضبعة، إحنا في المرحلة رقم 2، إحنا بنتكلم الأول المرحلة الأولى، مراحل الضبعة عبارة عن 4 مراحل لها فترات زمنية بدأت يمكن من 2019، المستهدف ليها إن شاء الله 2028-2027 بدخول 4 مفاعلات أو 4 وحدات للمفاعل اتباعا على الفترة الزمنية ابتداء من 2019 لغاية 2027، بتشمل 4 مراحل. المرحلة الأولانية كانت بتشمل البنية التحتية وإقامة الانفراستراكشر بتاع المفاعل نفسه، ودي بدأت من 2019 لغاية 2022. بدأنا عملية بناء قلب المفاعل وبنتكلم على 2023، وبنتكلم دلوقتي على بناء الجسم الخرساني لقلب المفاعل، وده بيستهدف من 2024-2025، ثم عملية البناء الكامل لأول مفاعل بنهاية 2026-2027، ثم التشغيل التجريبي في النص الأخير من 2027 لدخول أول وحدة من المفاعل بمعدل 1200 ميجا وات للدخول. تباعا سوف يكون كل سنة بعدها ابتداء من 27-28-29 لغاية 30 يدخل الوحدة رقم 2 و3 و4 للشبكة بحلول 30-20-30، يكون لدى دولة مصر 4800 ميجا وات منتجة من الطاقة السلمية من مفاعل الضبعة. هنتحدث الآن عن مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ونتحدث عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وهو يعتبر مشروع هام لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. كيف ترى هذا؟ سؤال جيد. دولة مصر عملت بروتوكول اتفاق وتوقيع اتفاقية ما بين مصر أوبروس اليونان إيطاليا، والخط العملية خط ربط كابل بحري ما بين الجانب المصري من الشبكة القومية المصرية تمتد عبر المياه المتوسط إلى قبرص، ومن قبرص إلى اليونان، ومن اليونان إلى إيطاليا. وهناك اتفاقية تم التوقيع عليها ما بين الجانب اليوناني المصري والإيطالي المصري ببناء المحطات الطاقة المتجددة داخل دولة مصر وتصدير الكهرباء بمعدل 3000 ميجا وات إلى اليونان و3000 ميجا وات إلى إيطاليا. المشروع حاليا بيتم عملية التطوير فيه ثم آلية التنفيذ في خلال 2025. المشروع أخذ نوع من الأولويات لدى دولة مصر من حيث الدمج الكهربائي، سواء عملية التصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة للكابل البحري المصري إلى أوروبا، أو من خلال عملية الربط المستقبلي للكابل البحري المصري سواء من الاستيراد أو التصدير. طيب، بصفة عامة، أهمية أن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة المتجددة؟ لنا آليات كثيرة جدا، زي ما احنا مركز إقليمي أيضا برضو لتداول الطاقة. احنا بنتكلم على بس مش الكهرباء فقط لا غير، احنا بنتكلم على كثير من الأمور. بنتكلم على ان احنا وعاء لاستقبال غاز من كل معظم الدول اللي في شمال المتوسط وفي أيضا شرق المتوسط بالأكثرية، دولة لديها البنية التحتية التي تستطيع استقبال الغاز من خلال الخطوط الأرضية سواء خط الغاز العربي 1 أو خط الغاز العربي 2، لدينا مصنعين للإسالة إدكو في دمياط، لدينا أيضا أكبر معامل تكرير أكثر من 8 مصافي في مصر، لدينا القدرة على استيعاب أكثر من 100 مليون طن من المواد البترولية للتكرير، لدينا قدرات أيضا من خلال 9 مواني لدى دولة مصر، بنتكلم على مستويات بترولية سواء على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط.
لدينا قدرات خلتنا نكون مركزية الطاقة بهذه الآليات. من ضمن أحد هذه الآليات أيضا عملية الربط الكهربائي، وعملية الربط الكهربائي استثمار جيد جدا، وخاصة أن دولة مصر طبقا لتقييم وكالة ناسا في السطوع الشمسي لخريطة دولة مصر، وجد أن المتر المربع المسطح للسطوع الشمسي لدى دولة مصر يستطيع إنتاج حوالي 1380 كيلو وات في السنة، وبالتالي احنا بنتكلم على المتر المربع الواحد داخل دولة مصر. إذن لدينا قدرات على إنتاجية تفوق 100,000 ميجا وات، وبالتالي عشان نوصل لهذه الآليات كان لابد أن يكون لدينا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو عملية تشجيع للاستثمار الأوروبي بالدرجة الأولى. أولا لدينا قرب للبحر المتوسط، وبالتالي المسافة ما بيننا وبين 23 دولة على الضفة الأخرى من المتوسط في سهولة ربط كهربائي بيننا وبينهم. رقم اثنين، هذه المشروعات اللي بيتبناها الجانب الأوروبي داخل دولة مصر تستطيع أن تنتج لهم أكثر من 20,000 ميجا وات مستقبلا، فتوفر عليهم كثير من الغاز الطبيعي ومستلزماته. أيضا دولة مصر تستطيع من خلال هذا الاستثمار أن يكون لديها أيضا إنتاجية متعددة للرياح أيضا، لأن احنا كدولة لدينا أكبر ثلاث مناطق للرياح، وده طبقا أيضا لتقييم أطلس للرياح، منطقة خليج السويس، وهذه المنطقة فيها تغيرات لتيار الهواء وتيارات الرياح بمعدل تصل إلى 6 مرات يوميا على مدار ال 24 ساعة. لدينا مناطق طيب. غرب دمياط وغرب الأسكندرية. قبل أن يلهمنا الوقت لأن يعني قربنا على الانتهاء، نقطة أخيرة، إلى أي مدى ترى استراتيجية العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته؟ القطاع الخاص عامل أساسي في الموضوع، وخاصة أن هي الطاقة المتجددة وتبقى أيضا توصيات القيادة السياسية في لابد من إعطاء الفرصة كاملة لنقل التكنولوجيا من خلال القطاع الخاص. القطاع الخاص بيمتاز من خلال 3 آليات. الآلية الأولى لدي قدرة على عملية ضخ أموال. النقطة الثانية استجلاب التكنولوجيا. النقطة الثالثة إن هو كمان يستطيع ضخ كثير من العمالة المصرية داخل القطر المصري، وبالتالي الآليات الثلاثة محل تقدير للشركاء للقطاع الخاص، وبالتالي القطاع الخاص الآن يدخل إلى كثير من المشروعات، حجم المشروعات للقطاع الخاص داخل ملف الطاقة المتجددة في مصر يمكن أنا بكلمك على أكثر من 55%، في حين أن الدولة أعطت الضوء الأخضر من خلال نجاح الدولة بقدرة في إدارة مشروعات للطاقة المتجددة أشرف عليها القطاع الحكومي زي بينبان وزي محطة جبل الزيت وزي أيضا محطات كثيرة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أيضا الدولة سعت من خلال القطاع الحكومي وإنجازه، وخليني أقول لك هذه نقطة حق أنا بقولها، إنجاز الدولة في أنها تعطي مثال جيد وتشجع وتقوي القلب للقطاع الخاص على الدخول في هذا الأمر كان يعود على الدولة بالدرجة الأولى. إذن سوف تجد أن 6,690 ميجا وات اللي الدولة بتنتجهم حاليا دلوقتي، القطاع الخاص يجد حوالي 2450 إنتاجية منهم ميجا وات يدخل الشبكة القومية من خلال الاستثمار، أدى إلى تشجيع كثير من الاستثمار الخاص بمعدلات تصل حوالي 11,000 ميجا وات، والقطاع الاستثماري الأجنبي بمعدلات تصل حوالي 28,000 ميجا وات. وبالتالي الخطة القادمة لدى دولة مصر إنتاج 39,000 ميجا وات من الطاقة المتجددة، سوف يكون القطاع الخاص سواء مصري بالدرجة الأولى حوالي 40% و60% للقطاع الأجنبي. في نهاية هذه الحلقة من حوار اليوم، الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، شكرا لحضرتك. أهلا بك. أهلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار اليوم، لكم تحت كل فريق العمل، وإلى اللقاء.